والملفات التي تعكف عليها وزارة العمل أو الجهات المستهدفة كمواطنين مستهدفين، نستطيع أن نقول أنها الوزارة الأولى من حيث الاستهداف، لأن هي فيها عدة ملفات. الملف الأول هو ملف الرعاية الاجتماعية، والملف الثاني هو ملف ذوي الإعاقة، هذا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية، كذلك باعتبارها وزارة عمل وشؤون اجتماعية. بالعمل عندنا ثلاث ملفات. الملف الأول هو ملف العمل والتدريب المهني، واللي ينقسم إلى مراكز التدريب، دورات التدريب المهنية، وكذلك قسم القروض اللي يعطي القروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل، وأيضا دائرة الصحة والسلامة المهنية، وهي من أهم الدوائر التي كانت تكاد تكون منسية في الحقيقة على أهميتها، وأيضا دائرة الضمان وتقاعد العمال، وهو هي الدائرة الأهم من حيث تفعيل القطاع الخاص والاهتمام بهذه الشريحة. بمجرد استلامنا للوزارة عكفنا على تفعيل جميع الملفات بالتوازي، ولكن في العام الأول كان ملف الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة أخذ جزءا كبيرا من اهتمامات الوزارة. احنا جينا إلى الوزارة لقينا حوالي 1,400,000 مشمول بملف الرعاية الاجتماعية. بدأنا بالمرحلة الأولى بشمول وفقا لقانون الأمن الغذائي، التخصصات التي وفرت لنا في قانون الأمن الغذائي، شملنا 338,000 أسرة وفرد بالرعاية الاجتماعية. بعد إقرار الموازنة، موازنة عام 2023، خصصت لنا موازنة جيدة، وكان من ضمن هذه الموازنة هو تخصيص مبالغ لشمول 600,000 أسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية. وفعلا بدأنا العمل الوسط والجنوب بمحافظات معينة، ركز لا 15 محافظة، وأيضا للمرة الأولى بشهادة سكان معظم المحافظات، أن للمرة الأولى يصل الشمول بالرعاية الاجتماعية إلى جميع الأقضية، إلى جميع النواحي، إلى القرى، إلى القصبات، إلى الأحياء السكنية. اعتمدنا على قاعدة مستوى خط الفقر التي تأتينا من وزارة التخطيط، وكذلك النسب السكانية للمحافظات، فلم نشمل محافظة دون أخرى، ولا قضاء دون آخر، ولا ناحية دون أخرى. ما كان بها أفضلية؟ ماكو أفضلية. واعتمدنا للمرة الأولى أيضا فتحنا النافذة الإلكترونية، فصار التقديم إلكتروني، يعني أي مواطن باستطاعته أن يقدم على الرعاية الاجتماعية اللي يعتقد نفسه أنه مستحق للرعاية الاجتماعية. سابقا كان التقديم هو تقديم ورقي، أي من خلال السادة وسيدات النواب أو بعض العناوين السياسية أو الاجتماعية. إحنا اعتمدنا النافذة الإلكترونية، وفعلا تقدم عندنا 1,700,000 أسرة قدموا على هذه النافذة، وبدأنا بحملة بحث اجتماعي كبرى أطلقناها يوم 15/1/2023، سميناها حملة بشري الفقير. صحيح، وكان أن لقاء وكان تتحركوا بطريقة سريعة. شملنا بالبحث كل الأقضية والنواحي، وكنت أنا بنفسي أطلع لكل المحافظات ونختار أكثر المناطق فقرا. ولقيت نسبة الفقر أكثر شيء، ما عدا السماوة طبعا. لا طبعا هي أشد فقرا في السماوة بالتأكيد. بعدها تجي محافظة الديوانية أيضا بها نسبة فقر عالية، كذلك العمارة والناصرية بهم نسبة فقر عالية. يعني أكثر مناطق متركزة على المناطق اللي إيه طبعًا داري نحكي شوية باللغة الطائفية نقول الشيعية منها، مو بعنوان الطائفي، هو عنوان المناطقي. أيضا الموصل لقينا بها نسبة فقر عالية قياسا بعدد سكانها بسبب النزوح وبسبب الاحتلال، لها مسبباتها، وهي عدد سكانها كبير. تدري الموصل 3,500,000 نسمة، فكانت وهي نسبة الفقر بها 38%، فمن حيث النسبة والتناسب تجد العدد الأكبر، إذا ردنا نحصل العدد الأكبر من السكان فقراء كانوا في الموصل، باعتبار أن عدد الفقراء منهم تحت خط الفقر فيها يتجاوز 1,000,000 نسمة تقريباً.